بعد انتخابات دامت 4 أيام استطاعت لائحة طالب المدعومة من العلمانيين اكتساح مقاعد ورئاسات معظم الكليات في جامعة القديس يوسف في جميع فروعها. ومن مركز اللائحة في الحمرة احتفل النادي العلماني بالانتصار الكبير مؤكدا أن عملية التغيير بدأت تعطي نتائجها. اللي عم بيصير اليوم هو شيء أكبر منا. القصة مش بس قصة جامعات، القصة قصة بلد، قصة شو ناطرنا. المستقبل اللي ناطرنا حلو، نحن بعدنا بس مبلشين والخير لقدام. إيمانكم فينا كبير ونحن حنوصل صوتكم وفيكم تتكلوا علينا. نحن جايين نقول إنه هيدا الانتصار حقنا نحن كطلاب، بلا جميلة حدا وبلا دعم حدا. نحن كطلاب قادرين انه نغير مصيرنا بقلب الجامعه، واليوم عنا الهيئات الطلابيه، اما بكره عنا النقابات العماليه والمهنيه، بعد بكره عنا بعد بكره عنا مجلس النيابه، ويوما ما سنبني هذا النظام، نظام ديمقراطي تقدمي اجتماعي عادل لجميع الناس. أما اللوائح المشاركة فهي التالية: لائحة طالب المدعومة من العلمانيين، لائحة القوات اللبنانية المنفردة، لائحة تحالف التيار الوطني الحر حزب الله حركة أمل، ولائحة الكتائب بالتحالف مع المستقلين. وتمكنت لائحة العلمانيين من حصد 41 مقعدا من أصل 110، توزعت على 10 كليات تبعا للقانون النسبي، فيما توزعت المقاعد الأخرى على لوائح الأحزاب والمستقلين. نحن عم نخوض الانتخابات منفردين، هيدا خيار مش بالصدفة. نحن من بعد 17 تشرين شعرنا انه نحن كحزب قوات لبنانية ما بنشبه حدا، وبالتالي على المستوى الشبابي اخذنا قرار انه نخوضها منفردين. بالحد الادنى عنا قدرة نحافظ على حجم اصواتنا وعلى حجم مقاعدنا وعلى حضورنا بالجامعة اليسوعية بأوفلان وبغير أوفلان. بمجرد ترشحنا منفردين بهويتنا الحزبية بدون اي تلون او تغيير او تسميات مختلفة، هذا بنعتبره انتصار كتير كبير. النادي العلماني أصدر بيانا أكد فيه الفوز بجميع رئاسات الهيئات الطالبية للكليات 12 التي شارك في انتخاباتها تحت اسم حملة الطالب، وفاز 85 من مرشحي ومرشحات النادي من أصل 101 في الكليات تلك، وبذلك يكون النادي الفائز الأول في انتخابات اليسوعية سواء من ناحية عدد الكليات التي فاز بها أو عدد المقاعد، فيما فازت في معظم الكليات لوائح مستقلة وغير حزبية. أما القوات اللبنانية فأصدرت نتائج الانتخابات على النحو التالي: 24 مقعدا للقوات اللبنانية، 17 مقعدا لتحالف حزب الله حركة أمل القومي والتيار الوطني الحر، 8 مقاعد للكتائب، 41 مقعدا للنادي العلماني، 20 مقعدا للمستقلين. أما التيار الوطني الحر وحلفاؤه فأكدوا فوزهم ب4 كليات وحصدوا 35 مقعدا. إذن هذا التباين في الأرقام بين اللوائح لا يخفي أن لائحة طالب المدعومة من العلمانيين وكيف ما احتسبت الأصوات قد حققت فوزا ساحقا وتاريخيا، يضاف إلى انتصارات كانوا قد حققوها في الجامعة الأمريكية وجامعة رفيق الحريري وفي الجامعة اللبنانية الأمريكية. ماريو بدر، قناة الجديد.